وللوقوف على التصفيات التي تقوم بها ميليشيات إيران في العراق والكشف عن ميليشيا جديدة لتنفيذ هجمات لصالح إيران، معنا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر النايل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وأسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم حياكم الكرام. الله. ما حاجة إيران لميليشيا جديدة تسميها هذه المرة أو أسمتها هذه المرة الوارثون؟ هل من معلومات حولها؟ ما طبيعة مهامها؟ لماذا شكلتها؟ الوارثون هي ميليشيا تابعة أو واجهة من واجهات فيلق القدس الإيراني، وبالتالي يقودها ضباط إيرانيون تجند لها بعض الجنسيات ومنهم العراقيون في داخل هذه الميليشيات. مقر تدريبها في جنوب إيران، لديهم معسكر هناك يتم تدريبهم، ولا سيما ينشطون في تدريبهم على الطائرات المسيرة، وهم ذاتهم من قصفوا قاعدة السالمية في الكويت من الأراضي العراقية، ولذلك هم ينشطون وبالتالي يدخلون عن طريق ديالى. هي أحد الواجهات أو أحد الأسماء التي تتعكز عليها لتبرير أنشطة فيلق القدس الإيراني أو مجمل عمليات الحرس الثوري الإيراني، حتى لا يتم تبنيها من قبلهم بشكل مباشر، وبالتالي يريدون أسماء تكون وكيلة عنهم. بالتالي العراق وحكومته والسلطات الحكومية جاهزة لتبني أي ميليشيا وأي اسم جديد ضمن هيكلية ما يسمى بمؤسسة الحشد الشعبي من لغرض التعاون لصالح إيران، وبالتالي طبيعة عملها حقيقة هي تنفيذ ما تريده من عمليات إيران داخل العراق، سواء بقصف قواعد أو سفارات أو دول مجاورة تستخدم فيها طائرات إيران المسيرة، أو تنفيذ أجنداتها من خلال ابتزاز بعض الأطراف السياسية أو التغيير الديموغرافي داخل العراق. وبالتالي هي بالفعل أحد أذرع فيلق القدس الإيراني في المهمات الخارجة المرتبط ارتباطا وثيقا بالحرس الثوري الإيراني. لكن لماذا تلجأ إيران إلى تشكيل ميليشيا جديدة طالما أن لديها العديد من الميليشيات التي من الممكن أن تقوم بهذه المهام؟ عملية توزيع الميليشيات هي تريد إيران إكثار الواجهات. هناك ميليشيات تستطيع تنفيذ ما تريده إيران، وهناك ميليشيات ترتبط ارتباطا وثيقا بهيكليتها العسكرية، وبالتالي من يقود أعمالهم وتدريباتهم ضباط ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي إذا ما رجعنا إلى الوراء إلى خطاب قبل سنة إلى خطاب أكرم الكعبي، حقيقة عندما عد الميليشيات الولائية لإيران عد الوارثون، ولذلك هذه التنظيمات موجودة وليست جديدة على أرض الواقع، وبالتالي إيران تريد إكثار الواجهات من أجل تشتيت رأيها حتى لا تتهم أو يتهم أحد أذرعها بأنه نفذ عمليات وربما يلاحق مستقبلا بخلال قصف مباشر. نعم نعم. طيب بالتطرق إلى موضوع التسريبات الجديدة حول ميليشيا أئمة البقيع، إلى أي مدى أكدت الوجه الذي لم يكن يقبل زعماء الميليشيات اتهامهم به واعتبار كل من يروج له إرهابيا بحد زعمهم؟ من المعلوم هذه التسريبات هي اعترافات واضحة تماما، كان يفترض بالقضاء لو كان مستقلا أن يتم إصدار أوامر القبض بحق كل من ورد اسمه بهذه التسريبات أو ما يسمى ميليشيات البقيع، وهي ذاتها التي كان في تسريبات المالكية توعد بأنه من خلالهم سيقتحم الكوفة أو النجف لاغتيال الصدر، وبالتالي هذه الميليشيات ترتبط بالمالك ارتباطا وثيقا وهي تنفذ أجندات وأعمال إرهابية. من المعلوم تماما المتبع للمجريات العسكرية والأمنية في العراق يجد أن هذه الميليشيات بالفعل ارتكبت، وهي معلوم للعراقيين، ارتكبت كثير من الجرائم تحت ذرائع عدة، وبالتالي تصفيات كثيرة ثم تلقى بشماعة داعش أو غيرها من التنظيمات، لذلك هي تتعمد إجراء هذه الأعمال وهي تمارس أفعالا بمخططات إيرانية بحتة ترتبط بهؤلاء الساسة. ولذلك عندما كان الساسة ينكرون أو يلاحقون من يكشفون هذه الميليشيات هو من أجل حتى لا يتم كشفها بصورة علنية على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. لذلك ما جرى اليوم من تسريبات وتأكيد لأفعال هذه الميليشيات وكشف واضح تماما لجرائهم بحق الشعب العراقي من خلال أعمالهم الإجرامية والإرهابية والانتقامية التي مورست ضد العراقيين. نعم. على ذكرك للعراقيين أستاذ عبد القادر، يعني
ما الذي عاد على العراقيين من هذه الميليشيات سوى القتل والنهب والاستيلاء، وهذا باعترافات واضحة؟ ومن المستغرب أن تكون هذه الاعترافات بهذا الوضوح ولا نجد حراكا ضده كل يوم. الحراك حقيقي يعتمد على السلطات القضائية وعلى المفروض الأجهزة الأمنية، لكن للأسف الشديد واضح تماما أن هؤلاء متعاونين مع هذه الميليشيات، والشعب العراقي هو ضحية لإجرام هذه الميليشيات. وما قبل عدة أيام أحد عشائر الجنوب عندما تم اعتقاله من أمن الحشد وخرج معذبا ثم مات. لذلك حقيقة العراقيون يتأذون بشكل كبير من أفعال هذه الميليشيات بشكل إجرامي، سواء بالاغتيالات، بالخطف، بعملية السرقة، الابتزاز المالي، والأعمال الإرهابية التي قاموا بها يندى لها جبين الإنسانية. لكن المجتمع الدولي يسكت عن جرائم هو يصفها بقانونه الدولي بأنها جرائم تطهير عرقي وإرهاب دولي وجرائم حرب ضد الإنسانية. فهذه الميليشيات ارتكبت تطهيرا عرقيا، وهناك مدن منزوعة السكان تحتلها هذه الميليشيات، اختطفت أبرياء وقتلتهم وأخفتهم قسريا، وبالتالي لم توجد هناك أي عمل دولي يوصف بالإرهاب والجريمة المنظمة إلا ارتكبته هذه الميليشيات. لكن للأسف يتعاون المجتمع الدولي في التغطية على جرائمهم، تدعم الحركات السياسية هذه الميليشيات لأنها واجهتهم الحقيقية، وبالتالي نحن أمام دولة ميليشيات وإرهاب تنفذ إجرامها بحق الشعب العراقي. أستاذ عبد القادر، من الملاحظ أن إيران تستخدم العراق ساحة للرد على الولايات المتحدة الأمريكية و ساحة للتفاوض في برنامجها النووي، والأحزاب هناك والميليشيات هي مجرد أدوات في هذا المشروع. هل هناك ثمة قوى ترفض هذا الاستخدام أو ترفض هذه الآلية في التعاطي مع العراق كساحة من الساحات التي تقوم إيران بالعمل فيها بهذه الطريقة على حساب مستقبل البلاد وعلى حساب الشعب العراقي؟ بالتأكيد هناك الأغلبية من القوى، وإن كانت هذه القوى العراقية الوطنية تستهدف بأطر كبيرة، لأن هناك دول منظمة تستهدفها وليست هذه المنظمات أو السلطات الحكومية قادرة عليها لأنها تمثل عمق الشعب. وبالتالي الشعب العراقي يرفض، وقد رأى الجميع في مظاهراته يرفض أن يكون العراق ساحة للصراعات الإيرانية. وللأسف الشديد كما تفضلت أن هذه الأطراف السياسية لارتباطها بإيران، والتي هي الولايات المتحدة سلمتها على طبق من ذهب من أيام سلطة بول بريمر ومجلس الحكم، وهيمنت على العملية السياسية ثم ذهبت إلى الاحتلال الفعلي، والآن تحاول الاستيطان في العراق. لذلك قوى كثيرة منها الميثاق الوطني العراقي، قوى المقاومة، قوى عشائرية، قوى شبابية، هناك منظمات المجتمع المدني، نحن نتكلم هناك الأكاديميين والمثقفين. إذا ما رأيت فإن العراقيون جميعهم بنسبة 90% عدا الميليشيات الولائية والأحزاب السياسية تجمع على عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقا لشن هجمات أو أن تكون مستقرا لتنفيذ أعمال إيران الإرهابية، أو أنها تكون ساحة للصراعات. ولذلك إيران تحاول أن تكون العراق هي الساحة الخلفية لجميع صراعاتها، ليست فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تجمع في العراق المتناقضات جميعا. هي تدعم مثلا منظمات حزب البككة لتقويض الأمن التركي، تعمل وتدرب ميليشيات الحوثي وتخريب اليمن أمنيا، وهي تعمل على إرسال الميليشيات وتدفق الأسلحة والمخدرات إلى سوريا، وقد فتكت بالشعب السوري وقتلت كثيرا منه. وبالتالي هي فضلا في جرف الصخر أنشأت قاعدة عسكرية خاصة لميليشيات حزب الله اللبنانية، وبالتالي ما يجري في لبنان من انهيارات واسعة اقتصادية مسؤولة عنها إيران. لذلك حقيقة أصبحت العراق هي الأساس وهي المحور الأساسي التي يتقود إيران حتى لتخريب ساحات أخرى في المنطقة. أشكرك جزيلا عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي السيد عبد القادر النايل.